صباح الخير. صباح النور. كيف حالكم؟ الحمد لله. اليوم يا مس في عنا رقم جديد وإله قصة كتير حلوة، بس قبل القصة بدنا نراجع الأرقام. يلا مع بعض، يلا. ون واحد يعني ون، واحد يعني ون، اثنين يعني تو، الرقم الجديد بدنا نحذره من خلال القصة. لا ما بدنا نحكي هلا، يلا نسمعه من خلال القصة. كان يا مكان في قديم الزمان، كان مرة في الأرقام 1 و2 و3 و4 و5 بيلعبوا بالغابة اللي هي بالحديقة كمان عادي، كانوا بيلعبوا فيها وبيركضوا وبيتحركوا. فجأة سمعوا صوت في حدا بيبكي. كان بطقطق. حدا بيبكي. صاروا يدوروا على مكان الصوت وراحوا شافوا رقم، هو رقم 6. كان الرقم بيبكي. سألوا الأرقام ليش بتبكي؟ حكالوا لأنه أنا ما إلي أصدقاء. إجت الأرقام حكت له إحنا أصدقائك. إجا الرقم 6 انبسط كتير وفرح، صار يلعب معهم ويركض مع بعض. توتة توتة خلصت الحتوتة. حلو لك تكوتة؟ حلو. مش سامع؟ حلو لك تكوتة؟ حلو. عجبتكم القصة؟ معناته شو رقمنا اللي لليوم؟ مش سامع؟ شو رقمنا اليوم؟ 6. يلا 6 يعني 6. 6 أصابع. يلا 1 2 3 4 5 6. أحسنت. كادي عدي للطابات. 1 2 3. وين عدد 3؟ حط عليه دائرة. اللي المسافة كبيرة لكادي. أربعة. أحسنت. وين الرقم الأربعة؟ برافو. يلا حطي لي عليه دائرة. كسات. 1 2 3 4 5 6. أحسنتي، برافو. وين العدد 6؟ تعدي لي الصحون. زقفة كبيرة. 1 2 3 4 5. أحسنت. وين العدد 5؟ برافو. يلا حطي لي عليه دائرة. دي لي الأعواد. 1 2 2. أحسنتي. وين عدد 2؟ أشري لي عليه. عدي لي. أحسنتي، برافو. كاسات هون. يلا أيوة. 1. وين عدد 1؟ أحسنتي، برافو. 1 علي صوتك، عيدي وعلي صوتك. 1 2 3 4 5. وين العدد 5؟ برافو، حطي لي عليه دائرة. عدي لي الكرات. يلا 1. يلا بلش. 1 2 3. وين عدد 3؟ يلا حطي لي دائرة عليه. قصاص. 1 2 3 4. وين عدد 4؟ برافو. يلا حطي لي دائرة عليه.